كيفاش كنقول ثقافي حتى خمسة موجهات شباب فهمتي شبابي دائم يوميا تنعرفوا في دار الشباب مع شنو عندها و 10 شنو عندها و 4 شنو عندها و 6 شنو عندها اليوم كيف ما كتعرفوا اليوم وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع الجهات ديال الدار بدا السطات وقعت اتفاقية مهمة جدا في واللي التحدي الأول ديالها أولا هو التنسيق أن إلا نجحنا هاد النقطة الأولى ديال التنسيق إلا وأن البرامج غتبان عند المواطنات والمواطنين وهذا هو التحدي أن جميع هاد الإمكانيات اللي كدار هاد البرامج اللي كدار هاد الرؤية اللي كدار خاص يكون واحد الإحساس بأن المواطن المغربي كيحس هاد المجهودات اللي كتقوم بها السلطات لا المحلية لا المنتخبين لا الحكومة بالطبع وراء هاد الشيء كاين هناك برنامج طموح وقوي وميزانيات قوية في المجال ديال الشباب وديال الثقافة أهمهم بالطبع هو التنشيط ديال المركبات الشبابية والثقافية اللي عندنا هنا في هذه الجهة وهذا ولوتيتخ ديال هذا المشروع هو الاستثمار في الإنسان. كاين هناك بنايات للأسف هنا وهناك نرى ملاحظات من طرف المواطنات والمواطنين ومن طرفكم أنتم كصحفيات وصحفيين أن واحد دار الشباب مسدودة دار الثقافة مسدودة اليوم تحدي وهذا ويكون إمكانيات باش ننشطوا هذه المجالات ويكونوا برامج اللي كيتجاوبوا مع الإشكاليات ديال الشباب ويكونوا واحد البرامج اللي كيتجاوبوا حتى مع متطلبات ديال المواطنات والمواطنين في مجال ديال الثقافة وهنا كنتكلم كذلك على الدور او المجال الجديد اللي غنقدروا نعطيو للفنانات والفنانين باش نوصلوا للتحدي الاخر اللي هو الصناعه الثقافيه او المفهوم ديال الاقتصاد الثقافي اللي غيخلينا نخلقوا فرص شغل جديده يخلينا هادشي ديما كنتكلم عليه معكم الاخوات الكل نتوما عارفين ان يولي واحد ليكو سيستيم ثقافي واعتبر كنعتبروا بان الا نجحنا في الدار البيضاء كعاصمه اقتصاديه اللي عندها امكانيات واللي يعني الا قارناها مع مجموعه ديال الجهات غيكون كذلك بالنسبه لنا نموذج باش يكون واحد النجاح ديال المفهوم ديال الصناعه الاقتصاديه على الصعيد الوطني. احنا اليوم تم التوقيع على اتفاقيه شامله اللي كتعني بقطاع الثقافه كمنتوج كتنشيط كفرص شغل وفرص لانشاء مكونات اللي لاول مره جمعناهم في واحد الباكيج يمكن نقول اللي كيغطي مده ديال 6 سنوات بتكلفه ديال 680 مليون ديال الدرهم فهذه سابقه والهدف منه هو اساسا الشخص المواطن المواطنه المغربيه وبالخصوص الشباب على الشباب لان الشباب هم الذين سيحيوا هذا يعني كل المبادرات اللي بغيناها هما اللي غادي يشتغل وهما اللي غدا يمكن لهم يخلقوا مقاولات ثقافيه لما كنتكلم مقاولات ثقافيه فيها الانتاج فيها المسرح فيها الاغنيه فيها التنشيط فيها الزيارات فيها السياحه الثقافيه كل هذا ممكن لاننا غادي من خلال واحد 18 المركز اللي غيكون على صعيد الجهه غادي يكون الهدف هو تكوين كذلك العنصر البشري ليكون فاعلا يعني في الميدان الثقافي فاعلا يعني في هوايه ثم في احتراف كاين اللي غادي يبدا يحبس في الهوايه وكاين اللي غادي يحترف الا كنتو كتعرفوا واحد بروجي ريستورون سيت ديال 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 الكوتاج اللي كيدخل الشباب دون اي شرط فغادي يكون هذا في نفس الاتجاه غادي الاساس غتكون هي الموهبه ديال الشاب واش عنده الموهبه وامام هذه الموهبه واش كاين الناس اللي عندهم الكفاءه المهنيه باش ياثروا هذا الشيء حنا الاطار وجدناه الامكانيات وجدناها وسائل التتبع وجدناها والفاعلين غيواكبونا في هذا الشيء خاصه منهم اللي عرفوا واحد البدايه النجاح او اللي ناجحين بغينا نوسعوا رقعه التدخل ديالهم على صعيد الجهه Thank you.